أقول يا حيف عليكم يا بنات، يا حيف عليكم يا حريم ولدي صالح، تحتاجون وتضكم الدنيا ما تقولون لي. أنا أبي أسألكم سؤال وجاوبوني عليه. أنا قاعد وياكم في البيت هني تكملة عدد ولا واحد من عيالكم؟ ردوا علي، هاتوني جاوبوني. لك الحشيمة والكرامة يا عمي، وقدرك على العين والراس، بس احنا ما بغينا نشغلك بمشاكلنا. سمعوني زين، مشاكلكم مشاكلي، ومدام حنا نحط راسنا تحت سقف واحد، اللي يجري على اي واحد فينا يجري علينا كلنا. نعم يا عمي، هذا اللي علمنا علي صالح، طول عمره ما فرق بيننا، كان يعاملنا كلنا سواسية، بس اللي ما علمنا عليه شلون نواجه المصايب والمشاكل اذا ابتعد عنا وخلانا. عمي انت حسبة ابونا وتدري ايش كثر غالي على قلبنا، احنا بس ما حبينا نشيلك همنا ولا نحسسك بالظروف اللي قاعد نمر فيها. الظروف اللي انتم تمرون فيها وش قررتوا فيه؟ تشتغلون؟ لا يا عمي احنا ما نقدر نطلع عن شارك، لا انت ولا صالح، وصالح فهمنا وعلمنا شيئين ما تخالفونا طول ما انتوا على ذمتي، لا تشتغلون ولا تطلعون برا البيت من غير علمي. هذا انتوا طلعتوا برا البيت ورحتوا السوق وبعتوا ذهبكم، ولا تحسبوني هذه ما ادري عنها بتخبون علي؟ سمعوني زين يا بنات، مسألة الطلعة طلعوا، مدام هو طلع ولا علمكم لا يبا روحوا روحوا قضوا حاجاتكم كلها وخلوا مركب الحياة تمشي مثل ما يقولون، لكن مسألة تتبعون ذهبكم لا، أنا لا يمكن أرضى. ناقصكم فلوس قولوا لي، مصرف البيت في شيء قولوا لي، مسألة تتبعون ذهبكم لا، هذا اللي ما أرضى فيه أبدا أبدا، مدام راسي يشم الهواء لا أنت ولا عيالكم. إذا ناقصكم شيء تعالوا قولوا لي، أنا ريال أعرف أتصرف مثل ما تصرفت أنا اليوم، بعت أثاث البيت القديم كله، وباكر بتصرف بفتح الوديعة اللي في البنك كلها وبي أوزعها عليكم ونوقف البيت على عيله. صحيح راع البيت مو موجود، لكن حنا بحسي وحسكم نوقف البيت على عيله. ها يا بنات إيش رأيكم وياي توقفون؟ والنعم فيك يا عمي، عسى عمرك طويل. ما رأي بعد رأيك يا عمي، عساك سالم إن شاء الله يا عمي. الله يقويكم يا بنياتي. ما شاء الله يا هذا شاريكم اللي قلت لي عنه؟ ايش رايك عجبك المكان؟ حد عجيب، وايد عجبني، بس انتوا كل ويكند هني؟ كل ويكند، مرات عدى علينا ثلاث اربع شهور ما نيجي، تدري فتره الشتويه يعني ما نيجيها. اي شيء، انا لو مكانكم كان كل يوم هني. انت خذ راحتك واعتبر المكان مكانك، اي وقت تبتي حياك حبيب. بولميش انا بطق فرع البحر وارجع. يلا حبيبي لا تطول. ها خلاص انا اذنكم. ها عشاء العشاء لا تاخر. لا تحاتي. تدري الصور اللي صورتهم ذاك اليوم حدهم نار. صدق عاد؟ يعني انت لو تتعب على نفسك شويه تصير مصور بروفيشنال تكسر الدنيا. عاد انا ما كنت ادري ان عندي هوايه تصوير، بس امس يوم مسكت الكاميرا حدي استانست فيها. لا لا تصويرك نار، بعدين اوريك الصور بالكاميرا فوق عندي. حبيبي تسلم. انزين يصير اصور شاليه؟ اي خذ راحتك. تبي تصور شاليه؟ اي بوري اخواني. اي صور، رفع عليك خذ راحتك، المكان مكانك. الو. ها حبيبي وينك انتي؟ زين يعني ما نمتي؟ زين المهم انا بشوفك باكر ضروري. لا بيعد تسالين ليش ما ليش؟ قلت لك بشوفك ضروري خلاص. زين متى ما حضرتك انتي باكر؟ اوكي خلاص وكلميني. تصبحين على خير. انت هني؟ لا
مخازنة انت اللي بالحمام. لا صباح إيه؟ عيل من متى انت بالحمام؟ تسكت يا ابني صغير اسكت اسكت يلا. اي صح من متى انت بالحمام؟ خليت ساعتين داخل ترى احنا ورانا مدارس ورانا اشغال ما يصير كذي. وانا بعد حبيبتي وراي عزومه اليوم عازمين رفيجاتي انا ريوق الضحى لازم اتعدل واتزين واتشق قطيعك قطعكم ان شاء الله. ايش فيهم نايمين لهالحزة؟ احمد احمد يمه حبيبي صح نايمه في شيء ما شلون ما فيني شيء للحين نايمين الله يهداكم بتتاخرون انت بتاخر على موعدك وهذا بتاخر على المدرسه سليمان ليش ما صحى ما ادري عنه سليمان سليمان اصحي يا يمه ايش فيك اقعد وراك مدرسه يمه نايم يقال انك نايم طبعا السهر ليالي ورجوع البيت متاخر حلو لكن القعده من الصبح شينه ما تعجبك صح قوم صح يما خمس دقائق ايش بتسوي لك ما تقول لي لي طاح الريوق بياكلون اخوانك بيخلصون عنك قوم يا سليمان ذبحتني واللي سلمك يا احمد صح علشان عندك موعد وصحي اخوك وياك ان شاء الله حبيبتي ان شاء الله يلا قوموا ذبحتوني زين احمد قوم احمد شبي خلينا ننام شوي تعبان احمد شبي يلا قوم خلني انام انا تعبان ايش فيك تعبان جسمك حار اي ما ادري شو بنام شوي مريض؟ اي يمه مريض مشكلة ان بلاعيمه وارمه وحرارته مرتفعه يعني مستحيل يقدر يسوي اي شيء اليوم وعلي على هالصبي عاد اليوم بالذات عنده شغل بدوامه يبي يسوي اوراقه يبي يداوم في شركه رفيج ابوك اي امس قال لي نفس الحكي بس انت روحي تطمني عليه بنفسك وشوفي ايش سالفته خلاص انت قوم لحق المدرسه لا تاخر وانا بروح اشوفه يلا تمرين على شيء يمه سلامه عمرك يمه مع السلامه مع السلامه يا ربي هالصباي خانت حيلي روح اشوفه جسم الشاب نار يا حسرتي شلون بداوم ليكون صابح البارحه ولافح الهوى أنا كم مرة قايلت لكم ديروا بالكم على عيالكم ديروا بالكم لا ياخذون شاور يطلعون على التكييف وحار الجو وبارد وحار وبارد كاهو الحين شوفي هذا العود يعني اي والله بس شو نقول ما عليك شر يا يمه سليمة الولد وايد تعبان شوري عليه قولي لي شو اسوي ابي طيب ان شاء الله ما عليك شر يا يمه يا احمد بسم الله عليك الرحمن الرحيم ولا يهمك يا بدرية الحين أقوم أفوح له شوية دارسين ومع مسمار شوية وزنجبيل وليمون مع قشرة وحط له شوية معاهم كزبر وحط كركم وأفوحهم عدل وأجيبهم له أقول لك سليمة نبي وصفة حق واحد في فلونزا مو حق وحدة والدة شنو دارسين ما دارسين أنتي بعد قريمة لو سمحت إذا ما تفتهمين لا تحكين أنا ما أقول لك كلمة إلا اللي قصير له شنو والله أنت كل شيء تعرفين إحنا ما نعرف شيء إي والله تدخل بكل شيء ما يصير ها طب عربي يعني أنت إي طبعا طب عربي جدتي 17 هي اللي معلمتنا ونعرف كل شيء إحنا إن شاء الله بفوحهم عدل وأحط فوقهم شوية عسل من العسل يسنده ويروح مرورة الكركم وبعطيه إياه إن شاء الله وما عليه شر بإذن الله إن شاء الله هذا دواء وعلى الله شفاء إن شاء الله يما أحمد أنت تدري أنت شنو غلاتك عندنا أنت إيدنا وريلنا أنت الرأس إذا صار فيك شي ترى إحنا من بعدك نضيع يما تكفى شد حيلك وخذ لدوى اللي بتسوي سليمة لك إن شاء الله يا يما بتقوم بالسلامة ترى أنت سندنا وسند إخوانك إي والله يا يما ما أدري إيش أقول لك قلبي معورني الله يشافيك يا رب أحمد يا يما
إذا أنت رحت إحنا نضيع كلنا. بسم الله عليك. لا يا رب الله يسلمك يا أحمد. علشاني أنا وحريم أبوك ما عندنا حد غيرك إخوانك واللي سلمك يا يوم. طيب طيب إن شاء الله طيب. بسم الله عليه بسم الله عليه. ما في إلا العافية إن شاء الله. أحمد لا نسلمك ترى نتعب من عقبك. بس يا بدرية بس إيش تبي تاحبني من الصف يا ابني هني إيش تبي؟ عن الاستعباط واللف والدوران ترى ورانا مدرسة وأنا مالي خلقك. إيش بنسوي الحين على موضوع البنية المسكينة؟ أي موضوع؟ إيش قاعد تقول أنت؟ أنت ليش تحسسين إن الشخصية وايد مهمة وإن مواضيعك وايد وعندك وايد سوالف تفكرين فيها؟ شنو يعني أي موضوع؟ موضوع حنون. منو حنون؟ أنت إيش قاعد تقول؟ اسمع لا أقول لك ترى أنا مالي بالسالفة ولا علي منك ولا منها زين؟ شوفي خيرو أنا أدري إن أنت اللي مسوي هذه السالفة كلها ورايحة حق الويل وماخذ الصورة منها وقايلة حق حنون إن أنا بفضحك. إذا عبالك إن هالسوالف ما توصل لي فأنت وايد غلطانة. مثل ما سويت الموضوع هذا أنت اللي راح تنهينه. فاهمة ولا مو فاهمة؟ أنت خري اسمعني ترى أنا لا لي شغل فيك ولا في الويلو ولا في حنون. هذول ناس كذابين قاعدين يطلعون علي إشاعات. أنا واحدة وايد مشغولة وايد عندي أمور أهم منك وأهم من الويلو وأهم من حنون أفكر فيها. اطلع من حياتي واطلع من مخي. يلا 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 يلا. زين أنا باخذك الحين على قد عقلك. خيرو ممكن تحلين الموضوع لو سمحتي؟ بفكر. أقول إيش بتسوين؟ أقول نزلوا لا تحاتين، أنا بمر العيادة وباخذ لي الطبية. وأي عيادة مبطلة الحين؟ لا حبيبتي أنت فاهمة غلط، الحين بروح مطعم باكلك ذاك الأومليت اللي الجبن تشي يسيح منه، وباخذ لك ذاك الكرك اللي قند الراس، وها لي تقند راسي خذ لك قزتين على البحر وأنا رايحة العيادة، شوت بطلت. أنا رايحة معك. نعم خير ما اسمع ايدي. اقول نزلي تسوي سالفه يا امك يلا. وامي ايش دراها؟ امي ما راح تدري الا اذا انت قلتي لها. حبيبتي انا اقول خلصيني ونزلتي ابلبه هي وتشكنه وتنزلني معك او تدق على امي يلا نزلي. زين زين نازله بس قولي لي اذا امي درت عن الطبيه ايش بتقولي لها؟ ماخذتها فاكس؟ لا بقول لها نفسيه تعبانه كان ودي اخذ لولو وادفنها. يلا نزلي. باي باي باي. الله يستر بس من سوالفك. يلا راجو تشالو. صباح الخير. هلا صباح النور. ريم ان شاء الله جاهزه حق الامتحان؟ اي جاهزه. وفق ان شاء الله يا رب. الا ريم بسالك بس على الدكتور عبد الرضا، انت ماخذ عنده الكورس اللي طاف؟ لان انا ماخذ عنده وما ادري يعني فقلت اخذ رايك. لا مو ماخذ. هسه ماشي ريم في شيء؟ لا عادي ما في شيء. أحمد شرب الشوربة؟ شرب الشوربة. تسلمين ما قصرتي. تامرين أمر يا بدرية أنت وأحمد وكلكم. أي واحد فيكم يشتهي شيء بياكله ولا بشربة بس تامرون قولوا سوي يا سليمة وأنا برسم الخدمة أسويه. تامرون أمر. وي أنا عندي أغلى من أحمد. على القدر بسوي له شوربة خضار وبسوي له عيش مشغول عشان لا يأكل دسم مو زين هو بمريض. إيه وأنت الصاجة الله يخليك لنا يا حبيبتي. عاد أنا أطالع الله وأطالع أحمد هو عمود البيت من عقب أبوه هو سندنا وظهرنا وإذا صار في شيء بنضيح كلنا. بدري بسم الله عليه الرحمن الرحيم إيش فيك؟ أو بسم الله عليه ما في إلا العافية كلها سخونة من الإنفلونزا. إن شاء الله يومين وبيقوم وإن شاء الله بتفرحين فيه وذيك الساعة عاد يوم اللي نرقص بعرس أحمد. اللهم آمين. إن شاء الله آمين. أقول لك أمون يلا خلينا نقوم. يلا. وين؟ اليوم اجتماع أولياء الأمور بمدرسة جسوم عشان المسرحية. وي قبرة صدقين نسيت ويا بعد عمري لا خلا ولا عدم. يا ربي خليكم لي يا ربي صدقكم خواتي والله خواتي عساكم بخر إن شاء الله. أفا عليك نكون لك السند بس هلا هلا في الغداء. بس؟ بالغداء اللي تأمروا فيه قولوا وش تبون؟ أنا أقول لك نبي بوفيه كله سلطات كل انواع السلطات اللي تعرفينها سويها لنا تدرين بعد عشان بشرتنا وعشان رشاقتنا. بس بسوي لك سلطه روكه
علشان حق وجهك بسوي لك سلطة بيديان مع لسان العصفور عشان يزيد عندك الحديد ووجهك يزخ دم. ايه تبين اسوي لك سلطة ناتشوز، تبين روب مع الخيار، تبين سلطة ذرة، اسوي لك بوفيه كامل. اوكي يلا عسانا ما ننحرم منك ان شاء الله. بنقوم نبدل احنا. إيه. الله معاكم. اقول لك خير. انا اللي ابي اقول لك امي ما لها حس، وين خاطه؟ أمك قالت معزومة عند رفيجتها اليوم، تلقينها قاعدة بالدار تتخنن عشان تروح. لا زين قومي يعني روحي سوي بوفيه حق الجماعة وأنا رايحة. يلا خلنا أشرب شاي عاد بدري الله يهداك تبي تقوميني الحين، خلنا أشرب الشاي. عدنان متى بتظل ساكت؟ يعني امس بشوفك وبشوفك عشان تظل شي قدامي ساكت؟ وين كنتي امس؟ امس متى؟ امس بالليل. قلت لك رايحه مع ديما واختي الكافي شوب. ايش فيك؟ متاكده مع ديما؟ اي بالله. مع منو يعني؟ يعني ما كان وياكم واحد. واحد منو؟ انا اللي اسالك مو انتي. عدنان انت ايش فيك يا نيت؟ ما معنا احد. انطر 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 الحين دق على ديما شوف. فجر انا ماني ياهل عندك، انا متاكد انه كان وياكم واحد. من هذا؟ عدنان لا تقعد تجنني، قلت لك ما كان معنا احد. لا اي صح اتذكر، هذا حمد رفيج احمد اخوي اللي معاه بالدوام اللي خطب ديما اختي. ايش فيك ناسي؟ اللي مسكينه لما اميت بيتنا كلت ناكل سليمه وهذا ارتفع ضغطها. محمد هذا الشايب عندكم توعدين وياه؟ شمال نتواعد وياه بالله، قاعدين احنا وشفناه مر. بعدين لحظة دقيقة، انت ايش دراك؟ انت كنت موجود؟ لا مصادري الخاصة قالوا لي. عشتوا مرة ثانية اقول حق مصادرك الخاصة لا يتبلون علي، خلوني مسوي شيء انا مسويته. وبعدين على فكرة ترى انا ما احب اللي يراقبني، واللي يحب ما يشك. مليتي منه خلاص؟ تبين تروحين؟ لا يا يما لا، انا امل منك، امل من بنيتي نظر عيني. سمعيني يا يما، ترى انت عايشه بنعمه ربي يدومها عليك ويحفظها. انت يا يما محظوظه لان الناس اللي حوالينك يحبونك يا يما، ويحبون عيالك ويخافون عليك اكثر من خوفهم على نفسهم. الحمد لله يا يما الحمد لله. انت يا يما كنتي تقولين لي وتفهميني عن شرايطك، بس انا مو مصدقه، مو مصدقه حبهم لك، او يمكن انا ما ابي اصدق لاني مقهوره عليهم. قاعدين يشاركونك في بيتك وحلالك ورايلك، بس الأيام اللي عشتها يا يما هني عرفت أشياء وايد وشغلات وايد. أنا يا يما لا تقولين شيء يا يما، عارف اللي بتقولينه. بتقولين لي يا يما كلامك كله حلو وكلامك تاج على راسي، بس سامحيني يا يما، أنا يا يما شويتك بالكلام وقسيت عليك، بس يا يما أنت ما تدرين أنا إيش كثر أحبك وأخاف عليك، أخاف عليك أكثر من عيني، أكثر من عمري، بس يا يما اللي شفته من شرايطك، لا يا يما مو كل شريكي شريكي وأصابع يدك مو سوى. أنت عندك ثلاث شرايك بس أكثر من خوات يحبونك ويخافون عليك ويدارونك يا يما. علشان كذي أنا أبي أرجع بيتي، والحين تطمنت عليك ربي يسعدك ويهنيك مع عيالك ومع شرايكك.
أطيب شرايط شفتهم بحياتي. سامحيني سامحيني. لا تقولين كذي يا يما، لا تقولين كذي. الله يخليك لي ولا يحرمني منك. ولا منك يما. لا تقولين كذي يا يما. حبتي عافية بعد قلبي. حياكم الله في اجتماعنا يا جماعة. هذه الساعة المباركة يا إبلة، وإحنا وايد متحمسين حق المسرحية. أي وإن شاء الله نشارك معاكم. هلا فيكم. بس حابة أقول إن فيكم ناس تهتم بالديكور، وفيكم ناس تهتم بالأزياء، وفيكم ناس تهتم بالمكياج، بس ما في مشرفة للحفلة. أنا بدي أكون مشرفة، بدي أكون مشرفة للفريق. إي بس ما تعرفنا عليك، شو اسمك بالخير؟ أنا شعاع، أنا أم هيثم. إيه أم هيثم، خلاص مدام شعاع هي المشرفة توكلوا على الله. لا والله جد خلاص، أم هيثم يا جماعة هي مشرفة المسرحية، أي شيء تحتاجوه من أم هيثم إن شاء الله. إيه إن شاء الله. هاي يا بنيتي، الوالدة هني ولا راحت؟ لا راحت. ليش؟ تو الناس ما طولت، ملت من عندنا؟ لا يا عمي ما ملت، بس لازم ترد بيتها لين متى بتتم عندنا هني قاعده. هي وراها امور تبي تخلصها، الله يحفظها ان شاء الله. صلى يوفقها ان شاء الله. وانا يا بنيتي بروح بعد البنك مثل ما وعدتكم، بفتش الوديعه وبجيبها وبقسم الفلوس كلها، واخلي البيت هذا واقف على حيله مدام راسي يشم الهواء. يعني ما بدنك ماي ملزم؟ انا كم حرمه ولد عندي؟ عندي اربع ويا عيالهم، عسى الله يخليهم لي ويخليني لهم ان شاء الله، وان شاء الله ما عليهم قاصر. وبيني وبينك يا بنيتي انا طالع الله وطالع الولد هذا يعقوب، عسى الله يشفيه. بس عسى الله يشفيه ويخليه لك يا عمي، وطول بعمرك ان شاء الله. وعمرك يا بنيتي. تامرني على شيء؟ سلامتك يا بنيتي، سلامتك. يلا عن ابنك، بشوف لك يا عقوب انا، خليه لك. شوفي لي اياه، شوفي لي اياه ان شاء الله. أحمد تعبان؟ لا 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 لا، مو خوش بشارة، سلامته ألف سلامة، ما يشوف شر الغالي الحبيب. أنا لازم أيه وتطمن علي معودة. ها عيل إيه، الحين أخلي وسمية تيبني. لا ما لا داعي تكلفين على نفسك، إذا عندك مشوار روحي خلصيه حبيبتي، ما أنت بملزومة. شنو؟ إزين بكيفك، على راحتك، حياك الله. لا موجودين أنا وسليمة بالبيت، مع السلامة. شل بلشة، يا ليت ما زل لساني وقلت لها تعالي حياك الله. أنا وزعت المهام تقريباً على أولياء الأمور كلياتهم، وضلتوا أنتوا التنتين عندي، ولهلأ ما عرفت أسماءكم. أمينة. وأنا غنيمة. تشرفت فيكم، بس ما عرفت أولياء أمور أنه من الطلاب، يعني أسماء أولادكم ما عرفتها. جاسم. أنتوا اثنين جاسم؟ أنا هيك رح خربت بين الولدين، بدي اسم كل ولد مع العيلة تبعه أو أبوه لحتى أقدر ميز بين الاثنين. لا لا، هو مو ولدي. ابنك أنتي؟ لا، ولد شريكتي، بس اليوم ما قدرت تجي مشغولة، يينا بدالها. شريكتك؟ يعني أنتي أختها؟ لا، أنا مو أختها، أنا شريكتها، درتها درتها يعني مثل ما تقولون. بس الله يسلمك، رجلنا متزوج أربعة، أم جسوم اللي عندكم بالمدرسة سليمة موجودة مع شريكتنا الرابعة بالبيت، تدرين ينظفون البيت وطباخ وكذي، مو فاضية انها تي، عشان كذي احنا جينا، واحنا ترى حسبة أمه. أهلا وسهلا، حياك الله يبا، مثل ما وصيتك لو بغيت تنام سكر باب الغرفة عليك عشان ما تمشي وانت نايم. حياك ابوي، مع السلامة. ايش دعوة دكتور؟ كل هذا مريض؟ لطعتني برا، ايش دعوة؟ وترى شنو هذا؟ ترى صدقني كان صاحي من شافك ين. والله شكلي انا اللي بين منك، تفضلي دورك. الشاليه خيال، جد جد نار. اصلا من كثر ما الشاليه خيال ما ودك تطلع منه، وانا من كثر ما متشوق ما ادري ايش اقول لك، بس مو قادر انطر الويكند الجاي عشان اروح مره ثانيه. انت كل يوم بتهد المهد وتروح تهد مع ذيله؟ شكو؟ وانت من قال لك ان انا قاعد اروح كل يوم؟ احنا كل ما طق ببالنا رحنا نغير جو شويه.
اقول جاب المعهد وخلى عنك اللي تماشيهم. يبا انت لا تقعد تكبر لي السالفه، ما فيها شيء لما الواحد يكون عنده ربع يطلع معاهم يتوالم وياهم. الواحد يماشي الناس نفس تفكيره نفس مستواه، واللي تماشيهم ما ينفعونك. كلامك على راسي، بس هم الواحد يحتاج يكون عنده ربع شويه كشخه مو مثلك. على راحتك، بس المهم لا تسوي شيء يخليك تخسر نفسك او تخسر الناس اللي يحبونك. زين خلص يلا خلينا نروح الصف. خلص. لا يا خيريه، كذي ترى مسختيها. الطبيات مو لعبه. انا باكر وزاره الصحه بتحاسبني كل شوي رايح ارد على هالطبيات. ما يصير كذي. ايش دعوه دكتور ايش دعوه؟ ترى كلها ورقه، توقعها وتعطيني اياها، ما راح يصير شيء. وثاني شيء دكتور، يعني انا بقول لك الصج بصراحه، المدرسه يبون امي، وانت تدري اذا امي راحت يعني انت شفتها، مو مال واحد يسمعها اخبار سيئه. بروحها مسكينه تمشي وتتحكى تقول ابوهم ضايع ابوهم ضايع، باكر يصير فيها جلطه ولا شيء، ضميرك راح يأنبك دكتور. يعني بعدين كيفك، يعني انا ما راح اضغط عليك انت وضميرك. وهذا جميل يعني دكتور ما راح انساه. ولا تنسى ترى انا حافظه اسرارك، وانت يعني انا اللي جميل منك، يعني لازم تسوي لي وتردها لي دكتور. الا بقول لك الحين زوجتك مسكينه اذا درت انك تكلم واحده غيرها ايش راح يصير فيها؟ مسكينه تحبك وايد صح؟ يا خساره الحب فيك يا دكتور، مسكينه ما تستاهل. تبين طبي ها؟ تفضل. صباح الخير. صباح الخير هلا يبا. انا اسف اني قطعت سالفتكم. لا حياك الله. ياسر ولدي تو راد من امريكا. اعرفك على خيريه، احدى المراجعات عندي في العياده. شلونك خيريه؟ هلا والله، شلونك؟ شو اخبارك ياسر؟ تمام. شلون امك؟ ان شاء الله زينه. الحمد لله تمام. تفضل يبا. شنو هذا يبا؟ هاي الطبخه الجديده اللي قلت لك عنها، تصدق عاد سهر طول الليل عشان اسويها لك، واخيرا خلصتها. الله يقطع بليسك يا ولد. ياسر دارس طبخ في امريكا، فنان بالطبخ، توه فاتح له محل مطعم وهو شيف فيه، عنده اطباق ووجبات عجيبه جهنميه. شو العائله الله بالخير، الحمد لله والشكر، ما فيهم احد صاحي. صدق اللي قالوا، اللي عنده ام وابو متفاهمين ويحبون بعض يعيش حياه هاديه ومستقره، ويكون انسان مبدع وناجح في حياته. صح ما شاء الله، الله يخليهم لك يا رب، واضح الحب والتفاهم بينهم ما شاء الله. يلا يبا يلا عاد لا تطولها، خلص مع الاخت خيريه وخل نطلع، ترى قرب موعد الغداء. شنو بعد؟ شنو بعد؟ انت نسيت ان انت وام اليوم معزومين على احلى غداء عندي بالمطعم؟ اوه والله نسيت والله. اليوم عيد زواج امي وابوي، الله يخليهم لي ان شاء الله ولا يحرمني منهم، ان شاء الله يكونون دوم حق بعض. تعال. ها ايش فيك سحبتني؟ ايش فيك؟ ها اسمع، تكلم معي عدل لان الموضوع اللي بقوله يخصك انت. ايش فيك؟ قول ايش صاير. لقيت لك خطه ترد حنون بيت اهلها. اي شي خيره صدق؟ شلون؟ اسمع انا بقول لك كل شيء، بس بشرط تسمع كلامي واللي اقوله تنفذه بالحرف الواحد وما تطلع برا الخطه. حاضر حاضر، انفذ اللي تبينه، بس قولي شلون. زين اسمع. واي بدريه، ظهري 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 بينقص بينقص، سكاكين سكاكين تقزز بظهري، راح اموت راح اموت من الالم والعوار. واي كنك ماخذه شندله كذي وصاكتني بنص ظهري، كل هذا من الوقفه ومن هالتقصص اللي بالمطبخ. بسم الله عليك بسم الله عليك، بس الله يهداك، انت اللي جايبته حق عمرك، انت اللي تبين التعب. عندنا خدامه ايش طولها وايش عرضها، خليها تطبخ. لا 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 ما ابيها تطبخ. زين احنا اربع حريم كل يوم على واحده تطبخ، هل ما ترضين؟ انت اللي تبين، انت تبي تجلطيني بدري؟ قولي قولي يا سليمه، انا ابي اجلطك، جلطيني. تبي تموتيني تفتكين مني؟ بسم الله عليك، ليش؟ شنو اللي ليش؟ تبيني اهد المطبخ اكشنكم انتوا وتبربسون فيه؟ احنا نبربس؟ ايه؟ لما تقولون حق الخدامه قص طماطم ولا بصل يعني تبربس. ويه فكيني زين، كني ثبتك. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام. ها بشروا بشروا. واي لويا 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 وعفسه، ما صدقت متى نخلص من هالعباله. سويتوا في مدرسه جسوم؟ اقول لكم اليوم المشرفه اجتمعت باولياء الامور وعطت كل واحده فينا مهمه. وش هالمهمه؟ الله يسلمكم، هي بتسوي مسرحيه اطفال ولازم كل واحده فينا تمسك شغله،
مثل واحدة تمسك الموسيقى، واحدة ديكور، واحدة مكياج، كذي يعني. زين وانتو عن شنو مسؤولين؟ ما تحكين، ايش فيك؟ ايش دراني؟ اقول لك امون اللي اسمها شعاع هذه قالت شنو مسؤوليتنا احنا؟ ما ادري. صدقين ما قالت لنا؟ ويا حسرتنا، انتو رحتوا الاجتماع ولا قالوا لكم شيء؟ يعني قاعدين حالكم حال الكرسي؟ ايش فيش بدريه هبه فينا كذي؟ ايش درانا احنا؟ شفتي بدريه شفتي؟ هالفهيان هالتفهي اللي بينني رايحين مفهين ورادين مفهين، ما يدرون وين الله حاطهم. يتحكوا نطقوا قولوا المره شو مكلفتكم فيه، لا تفشلونا قدام المره. احنا كذي كذي مفشلينكم. هو ليش مفشلينا؟ هذه اللي اسمها شعاع ما ادري ايش فيها، حاطه دوبها ودوبنا، ويوم غنيمه قالت لها ان احنا شريكتين وماتت طلعت روحها، ويوم درت ان احنا اربع شرايك وصادعه قرب قرب بغيت تموت. طفى بسم الله علينا الرحمن الرحيم، بسم الله عليكم الرحمن الرحيم، لا يعطونا عين بدريه وش فيك؟ عيون الناس تبقق علينا. اي والله صادها عقر بقر، الا ان شاء الله يصيدها بقرفته. بس ديروا بالكم لا تعطيكم عين. اي تحط دوبها ودوبكم يا معوده، تحط دوبها ودوبنا. ايش تقدر تسوي عاد؟ كلها مسرحيات اطفال. اذا كلش عاد بتعطينا شيء تعجيزي بتقول عليكم الديكور، والديكور نص ساعه نروح حق اقرب نجار يخلص لنا الشغل كله. والميزانيه؟ انا ما عندي ترى، كيفكم قلت لكم. ها يبا انت من طلب منك مو منك الميزانيه، هم يعطونا بعد احنا نصرف عليهم، احنا لاقين نصرف على روحنا. تركي هذه على راسها ريشة من حليب طاري الفلوس، والميزانية ماتت نطت وقامت تتحسس هالريشة. أقول خليك في الحلو، بس الحلو اللي سوينا لنا الشكلمة هذه اللي تقولون عنها. شنو؟ شنو بكلمه؟ شكلمه معمول إيه على كلام أخواني البحرينيين. يما في ديت اهل البحرين على عيني وعلى راسي، بعد قلبي اسوي لك تكلمه بكلمه اللي تعمرين فيه. الله الله الله، شاطره خيريه، شاطره بنيتنا. انتو ايش فيكم الذكاء كله فيها؟ هي يعني اليوم سجلوك غياب؟ اي سجلوني غياب، انا ما ابي طبيه. زين الريال ما رضى يعطيني، اخذها غصب عنه. انتي مو تقولين انه هو يخاف منك وماسكي عليه ممسك سالفته مع حبيبته ومرته؟ ايش ماله ما يعطيك بالله؟ استغفر الله العظيم، انا ايش لي اقول لكم اسراري؟ ايش لي اشارككم احداثي اليوميه؟ ايش لي؟ ايش تبون؟ خلاص ما قدرت، ما ابي. وي يعني شلون الحين الدكتور خاص صار عند الوضع طبيعي، تعلمين مرته وما تعلمينها صار عادي مو مهم عندك كنا. لحظه حبيبتي، انت شكو؟ انت ايش عليك؟ انت ايش تبين؟ انا وحده ما ابي طبيه، خلاص عاد لا حد يناقشني. يلا خيرو جاهزة؟ هو الرايحين. وانتي شكو؟ انا قلت خيرو جاهزة ما قلت فجرو جاهزة، انتي ايش عليك؟ اي والله انتي ايش عليك؟ خلاص هو قال خيرية، انتي شكو؟ وانتي يلا خلصي. لو سمحت تكلم معي عدل. شلون تبين اتكلم معاك استاذة خيرية؟ شوف عاد، ترى انت اللي محتاجني مو انا محتاجتك. زين حبيبتي خيرية، حياتي خيرية بعد عمري، ممكن تتفضلين لو سمحتي؟ بقوم بلبس وبجهز وبعدل شعري وبعدين بنزل. زين؟ ايه تذكرت خراج يسخن السيارة على ما انزل عشان المدام تكون جاهزة تمشي على طول. خلصي لا تأخرين. هذول وين بيروحون؟ أقي الصيدي إذا السالفة ما فيها مصيبة، دام خيرية موجودة في مصيبة. والله ما يندرى. أنت وش عليكم؟ وش عليكم؟ سكتي لا أقوم لك. الحين هذه صيدليتك اللي ذبحتي لنا فيها؟ هذه هي الصيدلية. زين يلا. لحظة اسمعني. ما بيك تتحرك ولا تتنفس ولا تتكلم، لو ودي بعد تصير لي صنم، فاهم؟ نعم. بالله الموضوع موضوعي ولا موضوعك؟ بالله الخطة خطتي ولا خطتك؟ خطتك بس خلصينا يلا. أقول نزلي لا أرنك على عينك، خلصي يلا. منو المعزبة؟
لا ارنك على عينك نزلك شنو